تالتة طب أسنان. أنت حضرت الندوة النهاردة؟ أه حضرت الندوة إن شاء الله. إيه رأيك فيها؟ والله هي كانت ندوة مفيدة، استفدت جدا من سيادة المقدم ومن كلمة الأستاذ الدكتور عباس منصور، وعرفت جوانب ما كنتش أعرفها يعني عن حرب 6 أكتوبر وكده، وعرفت الحاجات الاستراتيجية اللي حصلت واستفدت يعني.